بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بنيت القبول لتمام كل سؤال النماء والأصلاح الشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شأن جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأولادنا لمشايخنا لمعلمنا في الدين مع اللطف والعافية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفة في الموت على دين الإسلام بلا محنة الامتحان بجاه سيدي ولد عنان وعلى جميع نية صالحة زيادة مع بشر في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا على من والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي الحبيب علي بن علي الحبشي الحبيب أنس بن علي بن علي الحبشي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة فعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة على من وشيخنا مربي روح نبي محمد بهاء الدين محمد لطفي بن هاشم بن يحيى طال الله عمره في صحة وعافية على من وصحب الحاجة على من أولياء في هذه القرية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد عوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافضح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك
Like a shafa, ya Rasulullah.
Oh.
Allahumma salli salatan. Dan halo semuanya. Yeah.
سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك انتشر منه في عالم البطون والظهور
ما منع الجد الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في الدر الحكيم ببشارة الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فأجهد البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأجمل منك لم ترى أطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما Qamarun semuanya yang keras on qamarun sidnan nabi on wajamil wajamil sidnan nabi full Mustafa Oh,
بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله يقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صهوة المسجد بقربه وتفيأ ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسل ذكراهم نسيب اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولانا يا مولانا مولانا يا مولانا سمعني مولانا yang punya flash nyalakan ya sami Maulana ya Maulana dengan kasihmu ya Rabbi semuanya dengan cintamu ya Rabbi Maulana ya Maulana
Hilang lan waspada
ونور الأبصار وعلى آله وصحبه وسلم وحيك ودي منا أنكو برادا أجل إستو فاستيقان تيبا ماري كتا تيقاكان إيمان دان تقوى سنبلوم أجل منجمبو كتا وحيك ودي منا أنكو
Indonesia sopan santun berakhlak mulia Pancasila ada dalam dada jayalah selalu Indonesia raya semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia Pancasila ada dalam dada haji-haji kas Indonesia raya. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والقدرة كشف عنكنا هذا المستور يبرز نورك من في عالم الزهور نورا فاك كل نور صلى الله عليه وسلم أتم الله عليك النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودي أمة دانيز للجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وسلم في يمكننا سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق شبه الكمال من النور عن عمود وبارز الحامد المحمود مذيلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون موسى وسرور سلام عليك صلوات الله
يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله وبلغ المختار عنا وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طالع semuanya ina min sani أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع Hujan berkah marhaban ya nur al-aini marhaban ya dal husaini marhaban marhaban sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli wa sallim ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka Indonesia Raya Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah Semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya kullu man yatika yauman hujan berkah kullu man yatika yauman يلا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإيمان يلا الوطن يلا الوطن يلا الوطن حب الوطن
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kita ucapkan, mudah-mudahan solawat di malam yang berkah ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pulang hati-hati di jalan, ngiyup dulu, nanti kalau sudah selesai hujannya pulang. Tanggal 7 April nanti di Subur Jaya bersolawat, penuhi tempatnya yang tertib, yang rapi, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wallahu ma'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.